اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم روجين وقناتنا اول الخير. انا اخر واحده اطلع الابر بتاعتي يا جماعه واشتغل. ايوه انا الكسوله، بس صدقوني هو مش كسل، هو بس ضيق وقت. فالحمد لله هستغل الساعه اللي فاضيه فيها النهارده وهعمل لكم فيها المشايه زي القمر. المشايه دي انا نفسي اعملها تقريبا ليا سنتين ثلاثه، والحمد لله خلاص هننفذها النهارده مع بعض. اقول لكم الخامات اللي احنا محتاجينها علشان نعمل المشايه دي. مبدئيا هنختار الخيط، انا اخترت الخيط القطيفه، انا حابه جدا ان انا اعمل مشايه قطيفه لونها رايق وهادي. انا عندي السيراميك لونه ابيض في اسود، فمش حابه ان انا اعمل احمر واصفر واخضر، فهعمل من الدرجات بتاعه الابيض والاسود. تمام، كنت عايزه اعمل ورده، هسيب لكم الصوره بتاعه المشايه الاساسيه، كنت جايباها من بنترست كان فيها اصفر وابيض، بس انا ما لقيتش بقر اصفر وابيض قطيفه مقاسات صغيره احجام صغيره، فهستغل البواقي اللي عندي كنا عملنا بيهم لايف. تمام، واللون الاساسي بتاع المشايه هو الاسود، قعدت ادور كتير على قطيفه اسود لغايه لما لقيت الدرجه والسمك بتاع الخيط اللي انا حابه ان اعمل بيه المشايه بتاعتي. السمك بتاعه تخين الى حد ما، يعني من متوسط لتخين. عندي 3 بقرات، تمام، وعندي اللون اللبني دي البواقي، واللون الاخضر ده البواقي، اكيد مش هرميهم، اكيد هستغلهم، هعمل بيهم الوردات. واللون الاساسي بتاع المشايه الخلفيه هيبقى الاسود. هستخدم اكبر طاره عندي، الطاره دي مقاسها 28 القطر بتاعها 28.5 تقريبا. اللي عندي الواير بتاع الابرة ده طبعا ضروري، قلم عادي لان كده كده انا هخفي، مش قلم حراري. القلم الحراري بيستخدم في التطريزات بتاعت مناديل كتب الكتاب والحاجات اللي انتم مش عايزين القلم يبان فيه، لكن الحاجات دي عادي كده كده هتتخفي. قماش الايتامين، قماش الايتامين لو انت عندك عايزه تاخدي متر، تمام، طبعا كل الحاجات دي متاحه على الجروب، هسيب لكم اللينك في اول تعليق مسبب. قماش الايتامين ده افضل قماش نستخدمه على الابر الكبيره، يعني انا هستخدم اكبر مقاسات ابر، دول اكبر مقاسات ابر عندي. ده الطقم اللي هو البينك، تمام، طبعا كتير منكم اخدوا، والخشب كتير منكم اخدوا برضو، ودي اللي هو اكبر مقاس عندنا اللي هي مقاسها 10 او 11، ده مقاسه 9 وده مقاسه 9 برضو. تمام، انا ليه اخترت الثلاث مقاسات؟ علشان هشوف السمك بتاع الخيط هيمشي في انهي ابره يبقى سلس علشان الغرز ما تفكش مني، فانا طلعت الثلاث مقاسات الموجودين عندي الكبار. قماش الايتامين ده افضل قماش نشتغل بيه بالمقاسات الكبيره بتاعه الابر، تمام، لان الفتحات بتاعته واسعه وبتساعدني ان انا ادخل الابره بكل سهوله. طيب يا روجين، بنات كتيره طبعا جدا جدا بتسال، ينفع نشتغل على القماش العادي اللي زي كده؟ قلت لكم لا، ما ينفعش بالابر الكبيره، نشتغل على القماش العادي، احنا كاننا بنقطع القماش، فاهمني؟ ولو شديتي الخيط هتلاقي القماش بتاعك نسيجه اتبهدل، كانك بتشتغلي على حاجه مقطعه. فلا خالص، محدش يشتغل بالابر الكبيره على القماش العادي، هنشتغل على القماش الايتامين. الحته دي 80 في 80، انا عملتها على قد المشايه. عايزه تعملي مشايه طويله يبقى هتطولي، مشايه صغيره هتصغري. اهم حاجه هتسيبي اطار 5 سم من كل اتجاه، من فوق ومن تحت ومن اليمين والشمال. يعني انا مثلا هنا عندي الجزء ده اهو، تمام، الجزء ده كله مش هشتغله والجزء ده كله مش هشتغله، يبقى انا هشتغل بس في الاطار من اول هنا كده من كل النواحي، هرسم كده خط وابتدي اعمل الرسمه بتاعتي في النص، علشان ده في الاخر هيديني لجوه في تشطيب المشايه بتاعتي. اي حاجه انتوا هتعملوها حتى الطبلوهات، علشان ما تجيش تلاقي نفسك شغاله على طرف القماش وبعد كده انت مش لاقيه مكان تفنيشي فيه. فالنقطه دي مهمه جدا تخلي بالكم منها. الطاره، الابر، الخيط، القلم بتاعي، كل حاجه جاهزه، يلا بينا نبتدي الشغل العملي. هنبتدي نجيب القماشه بتاعتنا. طبعا انت بتبقي واخده متر، فانت بتشتغلي على المتر اللي عندك او الاثنين متر اللي عندك. انا دول كده كده عندي قصاها 80 سم، تمام. انا هستخدم الجزء اللي انا محتاجاه، هجيب كده اول القماشه هنا عندي، هفردها على ترابيزه بشكل مظبوط، ويا اما هتشتغلي على مقاس مشايه عندك، يا اما انت بقى هترسمي وتعملي التصميم. انا هعمل مشايه مستطيله عاديه، هعمل العرض بتاعها اقل من 80 سم، يعني ده كده العرض بتاعي 80 سم، انا هعمل اقل، هشيل 5 من اليمين و5 من الشمال، فهتبقى تقريبا 70 سم. دلوقتي بس هاخد خط من هنا وخط من هنا، ده لو انت عايزه تعملي التصميم عندك. لكن لو حابه ان انت تشتغلي على حاجه، هنشتغل مثلا على مشايه عندنا عايزين نعمل زيها، فهنجيب مثلا دي مشايه عاديه العرض بتاعها 80، هنسيب الاطار اهو كده، اطار 5 سم تقريبا من فوق زي ما احنا شايفين اهو، شايفين. انا ماليش دعوه خالص بالعرض دلوقتي، انا بشتغل في الطول اهو، شايفين ده كده مقاس المشايه 80 سم تقريبا، في دي هتكون 40 سم، يعني ده كده 40 سم الطول بتاعها والعرض بتاعها 80. انا هعملها برضو 40 سم كده، تمام، والعرض بتاعها هيبقى 70 سم عشان هاخد من اليمين والشمال.
ده لو انتي عندك حاجه عايزه تشتغلي عليها. لو عايزه تعملي تصميم يبقى انتي هتجيبي بقى المسطره وترسمي وتشوفي الديزاين اللي انتي عايزاه، والبنترست مليان. تمام، انا كده تمام هعمل هرسم الاطار كده، يعني شايفين اهو ده كده مسطره همشي عليها بالشكل ده. تمام اهو كده رسمت خط اظن واضح اهو ده خط. تمام، ومن فوق هرسمه برضو. بالشكل ده كده خلاص انا كده رسمت فوق وتحت، دي كده ملهيش لازمة عندنا، خلصنا الشغل بتاعها خلاص اهو كده. احنا رسمنا خط من فوق وخط من تحت، طبعا سايبة اطار زي ما قلتلكم 5 سنتي 6 سنتي علشان هنيجي نقفله لجوه. من هنا اهو ده كده هنبتدي برضو نشد خط طرف تالت. ممكن اعمل كده عشان انا مش معايا مسطره طويله دلوقتي اهو. تمام، وهمشي على الخط بالشكل ده. موضوع بسيط جدا وما تبقوش مشدودين وانتوا شغالين، كانكم بترسموا بالظبط لوحه هتشتغلوا عليه اهو. شايفين كده انا عملت طرفي مربع، الناحية التانية هلفها برضو بتاعت القماش بالشكل ده كده. انا هنا كان عندي ديفوم في القماش ما كانش حلو، فانا هخليه في الاجزاء اللي هعمل فيها الفينش بتاع المشاية بتاعتي. حلو، هاتي كده اهو عمل لي خط اهو بسيط جدا وسهل اهو كده. من الناحية التانية طبعا ما ننسيش علشان اقص القماش بتاعي واشتغل على حتة صغيرة. شايفين كل ده كتير لسه ممكن نعمل منه شغل تاني. هجيب برضو كده اهو فهمتوا ازاي نعمل اطار كده. كمان نوسع على نفسنا شوية. وهنبتدي برضو نرسم خط بالشكل ده، ده اللي هنقص عليه. تمام، يبقى عندنا اطار من اليمين ومن الشمال وفوق وتحت وكل حتة بالشكل ده. هقص بقى على الخط ده واشيل كل الاجزاء الزيادة دي. كل الاجزاء دي زياده خلاص كده هشيلها. شايفين ممكن نعمل منه طابلو. تمام، وبرده بالمره سويت لو في اي ورب عندي وبقت المشايه عندي بالشكل ده. تمام اهو ما فيهاش اي مشكله، هتقصي وتظبطي ويلا بينا بقى نرسم الباترون بتاعنا. هستخدم حاجات موجوده علشان ارسم الورده بتاعتي. هستخدم الطاره تمام علشان اعمل قلب الورده، إيه علشان اطلع المقاسين مظبوطين بتوع الناحيه اليمين والناحيه الشمال زي ما احنا شايفين كده. عايزه اوريكم انا كده مثلا ده الكورنر خلاص اللي انا هشتغل عليه، ده كده بدايه السجاده وده الاطار اللي من اليمين ومن فوق. خلاص هبتدي اجيب الطاره بتاعتي بالشكل ده واشوف قلب الورده اللي انا عايزاه يبقى قد ايه. عايزاه قد كده تمام، عايزه اكبره شويه هستخدم الطاره بتاعتي كمقياس عشان اخد الدوران عليها مظبوط. فانا تقريبا هعمله كده تمام، مش عايزاه كبير قوي اهو كده اظبطه. اهم حاجه اعلم علامه من اليمين والشمال قصاد الخط تمام، علشان لما اجي اعمل الناحيه الثانيه يبقى اخد بنفس المقاس واجي كانه مسطره واعلم بيه بالشكل ده. خلاص يبقى اخدت مقاسه من هنا ومن هنا بالشكل ده، ادي كده علامه هنا وعلامه هنا ورسمت خط زي الفل. الناحيه الثانيه بقى هعمل قصاد الخط والخط واقوم شده خط برده ما بينهم. طيب عايزه اعمل الورقات بتاعتهم، هجيب ورقة عادية تمام. الورقة بتبقى عاملة زي القمع كده وليها دوران، فهجيب ورقة عادية علشان اعملها كأنها اسطمبة تمام.
هقصها بيه الشكل ده، هو بادي من الرفيع. مش عارفه، مش حابه ان انا ارسم. ممكن نبتدي من هنا مثلا. شايفين الورقه انا طبعا تانيها اهو خلاص، وهبتدي اعمل. عايزه اشوف الطول مثلا، تقريبا هيبقى قد كده. ماشي، هنبتدي هنعملها كبيره، وبعد كده لو حبينا ان احنا نصغرها هنصغرها. هنعمل كده اهو، تمام. شايفين خدنا دوران، وهنبتدي ننزل على ضيق بالشكل ده اهو كده، تمام. شكلها هتتصغر لان الورقه شكلها كبير اهو، بالشكل ده كبيره صح. نصغرها شويه ممكن. هو طولها ممكن نقصر في طولها، بس لو هنحتاج برضو في الدوران نصغره شويه. نصغر شويه الدوران بتاعنا، ودي خلوها اسطمبة عندكم بحيث ان انتوا تستخدموها في اي وقت. يلا نتكل على الله اهو. الورقة مش هتبقى لازقة في دي على طول، هتبقى بعيدة عنها شوية. يعني الخط ده لا، احنا هنشتغل بيه خط كده. الحتة دي عايزة تتصغر شوية، الدوران اللي هو البومبي ده عايز يتضيق، تمام. يعني ممكن اخد كده واصغر شوية كده، وانزل على نفس اهو كده. اظن هتبقى حلوة لطيفة. اه حلوة مش وحشة. لو عايزين تضيقوها شوية بتضيقوها. هنعمل مثلا ورقة على حسب ما تاخد، ورقة وورقة هنعملهم ثلاثة بس. هاخد مقاسات الى حد ما تكون، نبتدي من النص مثلا ننصصها بالشكل ده، نبعد شوية عن الخط. شايفين الخط اهو، اهو ده كده الخط. هسيب مسافة لان الخيط القطيفة تخين، فانا عايزة المسافة دي تبان عندي، فانا هبعد كده شوية مثلا. وممكن احط دي بالشكل ده كده برضو، امشي على الدوران بتاعها. فاهميني ازاي؟ اهو كده كده نعمل خط هنا اهو، نبتدي نمشي على الاسطمبة بتاعتنا بالشكل ده. عارفين لما تعملوا الحاجه كده بايديكم تبقوا حاسين ان انتوا انا اللي عاملاها وانا اللي مظبطه كل حاجه فيها، وده بطروني، تبقى حلوه جدا اهو بالشكل ده كده خلاص. دي اول ورقه. تاني ورقه هناخدها برده هنا، وتالت ورقه هنرسمها هنا بالشكل ده كده. والورقة الثالثة شكلها لطيف صح. الناحية التانية هعملها، ونبتدي بقى شغل على طول. منظر الوردة بتاعتنا عملناها زي الفل. دي كده اللي احنا رسمناها مع بعض، تمام. علشان حسيت ان هي كبيرة قوي، والناحية التانية لو عملتها بنفس المقاس هتبقى كبيرة ومش هحس ان الدنيا هلاقيها زحمة، فصغرت شوية الاسطمبة بتاعت الورقة، قصتها تاني ضيقتها، وبرضو اخدت دوران اقل من الجزء بتاع التارة، يعني دخلته كده لجوه وصغرت. يبقى هعمل وردة صغيرة ووردة كبيرة، تمام. وكده المشاية عندنا جاهزة. هبتدي اشدها على التار، ونبتدي بقى شغل على طول بالخيط بتاعنا. الخطوة دي مهمة جدا، ان احنا نشد القماش بتاعنا، مهمة مهمة مهمة. وايه وضيق، ولو انت عندك مفك صليبة من هنا هتبتدي تقفلي التارة. لازم تبقى ماسكة القماش بطريقة تربطي كده، تسمعي صوت شدة القماش، تمام. هنبتدي بقى ناخد جزء جزء. انا هبتدي بالجزء بتاع الوردة، نلضم بقى الابر بتاعتنا. زي ما قلت لكم الخطوه دي مهمه جدا، ازاي نختار الابره المناسبه. انا كده هجيب اول الخيط عندي، تمام، وهشوف مقاس الخيط يمشي في انهي ابره بطريقه سلسه.
انا هبتدي كده مثلا بالبنك، هحط الخيط الواير بتاعي تمام اهو، طريقه لقط الابره، هحط السلك بتاعي او الواير بتاعي في قلب الابره تمام، هشد الخيط بتاعي، هحط الخيط في قلب السلك وهشده لجوه اهو، فلتت نعملها تاني. ندخل الخيط بزمة ماشي، ونشوف الخيط التخين. انا حاسة ان هو تخين، بصوا ماشي بطريقة تقيلة مش سلس تمام. طبعا لما هنحطه هنا هيتقل اكتر، فاهميني ازاي؟ لا كده مش هينفع معايا، انا عايزاه يبقى ماشي بطريقة انا عاملة كده. دي ممكن تمشي مع الخيط الاسود لانه ارفع سنة بسيطة، فانا لا مش هستخدم الابرة دي، مش هتنفع معايا. نستخدم دي نجربها برضو تمام، عشان كده بقول لكم كل ابره ليها مقاس خيط. هنشوف شكلنا، هنستقر على اللبن الكبيره في الاخر، وخلي بالكم هي اكتر واحده بتنجز الشغل، هنا تخين شويه برضو. طب ايه رايكم نجرب حاجه؟ طبعا انا مش عايزه اشتغل وافك، فعشان كده بنعمل تجربه افضل حاجه. تعالوا كده نجرب ونشوف. وطبعا الطول بتاع الابره والغرزه هيتحدد مع اول عينتين في الشغل. ممكن نعمل اطار مثلا، نبتدي مثلا كده. طبعا الخيط بيبقى سايب عندنا تمام. هنعمل قلب الورده لونها اخضر والورق لونه ازرق تمام. نبتدي كده من اول الخط ده طبعا. ده يعتبر الظهر، ده كده الظهر اللي هتبقى ظهره المشايه، الوش اللي هتبقى فيه النفش، عشان تبقوا عارفين، علشان في ناس المفروض الرسمه بتاعتها هترسمها كده وهترجع تطبعها في الظهر عشان تشتغل الاساسي على الظهر بتاعها، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني مش دايما انت بتشتغلي على الشكل اللي انت عايزاه. افرضي انت عايزه النفشه من هنا والرسمه تبقى بنفس الديزاين وشها كده، يبقى هتجيبي كربون وتطبعي الرسمه بتاعتك من تحت وهتشتغلي من تحت تمام. كل حاجه ليها حاجه، هبقى اعمل لكم فيديو ليها برده. طبعا انا بشتغل في مربع واسيب مربع علشان تبقوا عارفين، قلت لكم الكلام ده قبل كده اهو. كده نشوف المنظر مبدئيا عامل ازاي. والله حلوه لطيفه على فكره، بصوا عامله ازاي. لما نبتدي بقى نعمل الشغل كله هتلاقوا في سمك، بصوا حلوه ازاي. وبرده النفشه حلوه، يعني تقريبا سنتي الطول ده كله عمل لنا سنتي اهو. طيب نفكها نشوف الفتحات اهي. الفتحات دي بقى لو انتوا اشتغلتوا على قماش عادي هيبقى شكله عامل ازاي، بايظ طبعا. شايفين الابعاد واحدة، لان انا شغالة في مربع وسبت مربع وشغلت في مربع. المربع اللي في النص ده اتقفل علشان مسافة او قطر الماسورة كبير، فاهميني ازاي؟ فاخد من الفتلة اللي من اليمين ومن الشمال بتاعة المربع اللي في النص وقفلها. لو اشتغلنا في المربعات كلها هتحسوا ان الدنيا ضيقة ومش مرتاحين، فتشتغلوا في الابر الكبيرة في مربع او مربع لا. تعالوا برضو نجرب المقاس الكبير خالص. طب انا بجرب لكم ليه؟ علشان كمان اللي عايز يشتغل ويشوف مقاسات الابر، يعني احنا بنجرب كمان، يعني دي اول تجربه ليا وانا بجرب معاكم، والتجربه خير برهان، صح كده ولا ايه؟ اهو كده تعالوا. دي مقاسها كبير كمان عن الخشب والطقم، واظن الطقم يعني ابره الطقم دي، ابره الطقم مقاسها مع دي واحد، فممكن تبقى حلوه برضه، هجربها مش هنخسر حاجه. هشد الخيط بتاعي اهو كده تمام، ابتدي اخد الطول اللي انا عايزاه، ناخد الطول اللي هو سي. طبعا هي ليها اي بي سي دي، وندخل الخيط في الفتحة اهو بالشكل ده. دي هتعمل لنا فتحة في القماش اكبر، فاهميني ازاي؟ اهو كده، لان القطر بتاع الماسورة بتاعها كبير، ده مقاس 10 او 11، دي مقاس 9. تعالوا بقى نمشي كده. طبعا احنا بنمشي في اتجاه الخط، الشطفة بتاعت الابرة بتبقى ماشية في اتجاه الخط، والفتله بتبقى من بره، شايفين ازاي الاتجاه؟ طبعا عرفناه وبنات كتير عارفه الكلام ده اهو. طبعا احنا ماشيين على الفتحات القديمه اللي احنا لسه شغالين تمام. هنجرب برضو فتحتين جداد ونشوف دخول الابره عامل ازاي كده. لطيف برضو مش وحش، وبترمي شغل الابره الكبيره، بترمي شغل، تلاقي نفسك خلصتي حته كبيره وانت قاعده كده. نمسك اخر غرزه من تحت نثبتها ونشد الابره، او بنخلي الابره متعلقه في الفتحه نفسها تمام كده.
نشوف برضو. والله حلوة برضو، مفيش فرق كبير. حلو، بس الخيط ماشي سلس اكتر هنا في الابرة الخشب، محكوم شوية. تمام، حلو برضو، جميل جميل جميل، عجبني عجبني عجبني. لو عايزين النفش اطول ما تيجوا طب نجرب نفش اطول شوية، مش هنخسر حاجة، ادينا بنتعلم وبنلعب مع بعض. نضغط نطولها السنة، نطولها سنة ولا سنتين، انا حابة اشوف اطول نفشة تبقى شكلها عامل ازاي. كده نشد الخيط بتاعنا من هنا، نقصره لغاية لما بوز الابرة توصل للقماش. تمام، تعالوا نعمل حبة كده، دي طويلة طويلة، لو حابة ان الارتفاع بتاع النفشة يبقى عالي. فاهميني ازاي؟ اهو هنا المربع مش هيبقى كده. شكلي بنزل في الخط ولا ايه؟ انا بحب لو انت يعني من مسكتي للفتلة، فاهميني؟ اهو كده ثبتت طبعا ايدي في اخر غرزة بالشكل ده علشان ما تفكش. إيه لو انتي حابة تطولي النفشة يبقى خيط يفضل يبقى ادخن علشان يديكي سمك مع الطول. شايفين اهو، شايفين فرق الطول دي من دي، ده اطول حاجة اللي هو اطول مقاس اللي هو رقمه ايه، رقم ايه اطول مقاس، ادينا اهي النفشة الطويلة اهي. تمام، ده كده رقم سي نفشته قصيرة. ايه رأيكم نشتغل على انهي مقاس؟ ده هياخد مننا خيط اكبر، ده هياخد مننا خيط اقل. انا محتارة نعملها على نعملها على الاي بي، انا اشتغلت على السي، ممكن نعملها على البي او هشتغل على دي. ايه رأيكم؟ مش عارفة، تعالوا نشوف حاجة تاني. ما قدرتش امسك نفسي ولضمت الابرة البنك برضو. لازم اجربها ده، بقول لكمش. بصوا كده، تعالي كده بس ايه، طولت البتاع الماسورة بتاعتها شوية. همشي على نفس الفتحات، هقول لكم بصراحة أنا مرتاحة في أنهي إبرة أكتر مع الخيط القطيفة. تمام، طبعا أنا ماشية في نفس الفتحات فالدنيا داخلة أسهل بكتير، بس أنا حبيت مش عارفة ليه الإبرة الخشب والإبرة اللبني برضو. هنا الخيط تخين شوية على مقاس. على فكرة بعد ما تخلصوا تقدروا إن انتوا الغرز تمسكوها وتشدوها كده لتحت علشان لو في حاجة طالعة من هنا أو كده بالشكل ده، تمسكوها وتشدوها. حلوة برضو، صدقوني حلوين. لا حلوه برضو، هو ماشي الخيط تخين شويه، فاهميني؟ يعني مش بيجري زي مثلا الابره الخشب. هنا حلو برضو. ايه رايكم نشتغل بانهي ابره؟ طب قولولي في التعليقات انهي ابره حسيتوا ان هي مديه نتيجه احلى مع الخيط القطيفه، يعني قولولي. انا هكمل بقى مع نفسي واوريكم الشكل بتاع الورده بعد ما نخلص. هنمشي كده اطار ونمشي ونمشي، وبعد كده نعمل اللون الازرق ونمشي ونمشي ونشوف مع بعض.